لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بثلاث نقاط من بإمكانه أن يكون صاحب الكلمة صاحب الظهور القوي في هذه المواجهة. فريق المحلي في سان ترمل فريق المغرب التطواني يستقبل الراسينغ البيضاوي، الطرفان يبحثان من أجل الظهور بصورة جيدة وأيضا من أجل إعطاء صورة جميلة وقوية لمنافسات البطولة الاحترافية قسم الوطنية الثاني. هنا انطلاقة المباراة انطلاقة اللقاء وانظار الجماهير تتابع عن كثب. اشتقنا لأرضية هذا الميدان وللصراع اللي بحته كبير وكبير جدا من جانب الناديين باش انهما يقدموا المتعة الخاصة على مستوى رقعة الميدان. للظهور بصورة جيدة من طرف مجموعة من اللاعبين على مستوى رقعة الميدان، كرة ملعوبة أمامية، محاولة إشراك المادي باللوق على الصورة، حاول ممكن انه يقوم كل امور بامكان ان تقدم الاضافه في هذه اللحظه. تمريره جانبيه للراسينغ البيضاوي فوق الشباك المحاولات التي تاتي مع انطلاقه من جديد. ينطلق من الجهه اليمنى محاوله من محسيني، كره بالراس، محاوله للاستخلاص، المحاوله الهجوميه من حذيفه المحسني، ارفع كورته داخل منطقه الجزاء، كانت تبحث كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط، محاولة من جانب المغرب التطواني، إمكانية المرور والرخيص، يقول هنالك خطأ. الاعتماد على الكرة العالية داخل منطقة الجزاء، إمكانية الاستخلاص بالرأس مباشرة صوب الحارس. العملية الهجومية التي تريد أن تكون لها البصمة الخاصة والخالصة في لقاء اليوم. المغرب أتليتيكو تطوان، كرة مميزة، فرصة كان بالإمكان أن يتغير العنوان. العملية الهجومية اللي جات كرة ممتازة من جديد، تحضير تصويبة ممتازة جدا صوب المرمى والحارس في المكان المناسب. الدفاع لإبعاد الخطورة، لإبعاد الكرة اللي بإمكانها تشكل الخطورة ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. عانت مرماك يا أسامة يا برناوي، عانت مرماك من حذيفة، ماذا يفعل؟ يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، خروج خاطئ للحارس، صافرة مسموعة من حكيم الساحة عبد الرحيم الرخيص. مولينا عن مخالفة ينزل بشكل رائع، استخلاص ممتاز، كرة مقصية، تصويبة، جول جول رائعة هوائية طائرة تطوان يفتتح تسجيل في مباراة اليوم. لعبت بطريقة مميزة، لعبت بأسلوب مميز، تطوانية يا ناس، لعبت بالمقص من الجهة اليسرى، كان الإعداد كان تهيئ، التحضير في غياب التسلل، رفع داخل منطقة الجزاء، تصويبة مؤطرقة، بحث حثيث من عناصر الراسينغ اللي يبحثون عن السبيل، عن الطريق، عن المرمى الآمنة السالكة ثابتة من جانب المغرب التطواني. تنفذ كرة مباشرة إلى خارج رقعة الميدان، حاول بامكن انه يباغت من خلالها الجميع، وحتى راسية، محاولة ممتازة، إمكانية المرور، فرصة، تصويبة ممتازة، كان بالإمكان أن تباغت الحارس، كان بالإمكان إمكانية التصويب المباشر من تطوان، من تطوان، تطوانية، جول هذا حمزة النوري، كاد ان يسجل في الكرة الماضية. هذا اللي على الصورة رشدي ولاد عبد الله ينطلق الان من الجهة اليسرى عن طريق عبد الصمد يعيش، كرة ممتازة، كرة الهدف تضيع من اقدام مادي البلوق، كاد ان مباشرة، تصويبة ممتازة ترتطم بالجدار البشري، ونتمنى لا تكون اصابة مؤثرة. سقوط على أرضية الميدان من حارس المرمى برناوي، وأيضا فرصة واختراق داخل منطقة الجزاء مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. كان تمريرة من زاوية، تحضير مرة أخرى، تصويبة ممتازة، كرة رائعة،
زكريا ميمي، صاحب التصويب زكريا ميمي كان بيمكن محاولة مرة أخرى لراسينغ البيضاوي. الأول من عمر هذه المواجهة، تصويبة مباشرة فوق المرمى بسنتيمترات قليلة، فوق المرمى بسنتيمترات قليلة. وفي هذه اللحظات يعلن حكام المواجهة عبد الرحيم الراخيز على نهاية تفاصيل الشوط الأول. تعود مرة ثانية لتكون من جانب عناصر فريق المغرب التطواني، محاولة ممتازة تمريرة جانبية، فرصة محاولة من جانب التطوانية، فرصة ممتازة راسية، جول جول. هدف تطواني ناس، هدف ثانية في هذه اللحظات، هدف ثانية وشباك الراسينغ البيضاوي. محاولة لعبت بالطريقة المميزة، والمسجل اللاعب النوري على الصورة، المسجل رقم 19. قرر الناخب الوطني اختيار سفيان رحيم كبديل لعبد الصمد الزلزولي في القائمة النهائية. 23 لاعبا مقبلون على تمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021. رحيمي وضعه الناخب الوطني في القائمة الاحتياطية، لكن المستجدات الأخيرة والمرتبطة بقرار عبد الصمد الزلزولي بالبقاء مع فريقه برشلونة الإسباني إبان نهائيات كأس أمم إفريقيا وإصابة النصيري بفيروس كورونا، دفعا الناخب الوطني إلى تحويل وضع رحيم من احتياطي إلى رسم في القائمة النهائية.